مساء الخير كابتن خالد، ازاي حضرتك؟ طبعا الظروف اللي احنا مارين بيها مفيش رياضه، لكن العقوبه بتستمر او العقوبه بتكون موجوده. عايزين نطمن على بطلتنا شيماء حشاد، وايه اللي حصل معاها بالظبط؟ والله شيماء حشاد دي بطله وشاركت في 3 دورات اولمبيه، واحنا بنقف معاها طبعا. طبعا حصل ان هي بتاخد دواء لمرض نسائي واعلنت عليه في وقت التحليل، يعني وقت اخذ العينه في الجزائر شهر نوفمبر 2019. والدواء فيه طلع في بعض المنشطات. الاتحاد الدولي بعت لنا، قال لنا ان هي واخده منشطات، شرحنا له الوضع فطلب بعض التقارير بالتعاون مع الدكتور اسامه غنيم والدكتوره معاه في منظمه النادي المصريه، اللي هم ناس في قمه التعاون والاحترام. كتبنا التقارير وطلبوا مننا التقارير العلاجيه بتاعتها، بعتناها للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي بعتها لمنظمه الوادة الدوليه، اللي لما درست التقارير لقيت ان هي حاله مرضيه وليس حاله هدف منها اخذ المنشطات. بالكشف عن هذه الحاله وجدوا انها تستحق ان هي فعلا تاخذ هذا العلاج. ادوها ايقاف شهرين بدلا من سنتين. هايل. وبالتالي الايقاف انتهى، ومن حقها لو ان هي تمارس الرياضه وتشارك في دوره العاب. هتشارك في دوره، كان طلع خبر الاسبوع اللي فات وقال ان بطله الجزائر هي اللي هتسافر، هي اللي هتسافر الى الاولمبياد رسميا. بطله الجزائر تسافر الى الاولمبياد. نقدر نشرح برضه للساده المستمعين والمشاهدين انه الحاصله كانت على الكوتا المركز الاول شيماء عبد اللطيف حشاد، الحاصله على المركز الثاني هي مصريه الزهراء شعبان، الحاصله على المركز الثالث هي رميه من الجزائر، ولكن الزهراء شعبان اصلا واخده كوتا، ففي قانون الاتحاد الدولي للرمايه اللي يحصل على كوتا لا يحصل على كوتا اخرى، وبالتالي ترحلت الكوتا الى الرميه رقم 3. لكن احنا لو احنا عندنا كوتا غير مستغله او حاسين ان احنا مش هنقدر نحقق بيها نتائج متقدمه، من حقنا نطلب من الاتحاد الدولي ان احنا ناخد الكوتا دي نديها لكيفما يشاء مجلس رئاسه الاتحاد المصري للرمايه مع لجانه الفنيه. بس سياده اللواء، سياده اللواء، عايز اخد من حضرتك رايك ايه؟ الاولمبياد في اطار التاجيل ولا ان شاء الله تتلعب ولا ايه بالظبط؟ الامور كلها بقت يعني في لخبطه كتيره في العالم الرياضي، والناس كلها مفيش تدريبات، والناس بتستعد، بيقولوا في اولمبياد مفيش اولمبياد، رايك هنروح لاي اتجاه؟ اولا عاوزين نتكلم في حته مهمه جدا، النقطه الاولى هي انه الدوله اوقفت الانشطه الرياضيه مع وضع في الاعتبار المؤهلين لا يوقف النشاط لهم، ده كلام واضح بيني وبين الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه المصريه. كويس. برئاسه المهندس هشام حطب اللي هو اكد لي النهارده ان احنا لازم نستمر في التدريب، وبالتالي انا بسعى دلوقتي ان انا افتح الاماكن تدريب الانديه للرماء المؤهلين. الحاجه الثانيه انه لا يمكن تقام دور الالعاب الاولمبيه وهناك حالات من مرض الكورونا. اذا احنا رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه كان في تصريح له بالامس انه احنا متابعين الحاله ومشرفين على الوضع الحالي، ومش هنقدر نقول ان احنا ناجل، لكن احنا بنقول نقف معادها لغايه لما نطمن انه الموضوع المشكله الصحيه انتهت، لانه لا يمكن يتم تجمع دول العالم التي تمثل جميع الالعاب في مكان وفي حد فيه يحمل المرض، اكيد ده يعتبر وباء ينتشر سريعا. طبعا نتمنى ان هي تقام، نتمنى ان مرض الكورونا يتم السيطره عليه، مش في مصر فقط لا في دول العالم كلها، لما بنشوف اصدقائنا من الدول المجاوره في حالات صحيه صعبه جدا وحالات وفيات عاليه. صحيح. احنا يعني احنا كلنا من الناحيه الرياضيه متكاتفين تماما مع جميع الدول العالم، احنا بنسمع كلام دولتنا وبنسمع تعليمات الدوله وبننفذها تماما، بل بالعكس احنا بنشجع ان احنا كلنا نتكاتف ننهي هذا الوباء عشان الدوله بتاعتنا تبقى كما هي معوده. تسمع وتقرا ان سياده الرئيس السيسي طالع في ظهر المجلات والناس بتتكلم وبتقول ان مصر استطاعت ان تتغلب على مشاكل كثيره اقتصاديه ومرضيه. اذا احنا بنحس بفخر ان احنا مصريين النهارده، يبقى لازم نحترم قانوننا ولازم نحترم تعليماتنا. نتمنى ان الموضوع ينتهي ونشارك في دوره الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. اشكرك يا سياده اللواء، ودايما تكون معانا وتوضحت الصوره لبطلتنا الكبيره شيماء حشاد، ان هي الموضوع ليس الا
هو بسبب حاجة طبية نسائية، لكن ما كانش بسبب ان هي تكسب ميدالية، وده شيء مهم جدا لان هي فيها زي ما سيادة اللواء قال 3 دورات اولمبية، اكيد بطلة كبيرة، اكيد كلنا برضو